يا مساء الفل، حلقة جديدة من خلال قناة الأهلي ومن برنامج الترند. حلقة غاية في الأهمية، عندنا فيها تفاصيل مهمة جدا جدا هنتطرق ليها ونتكلم فيها بشكل مفصل، وكمان عندنا كلام مهم قوي عن مباراة اليوم الهامة جدا أمام بيراميدز في دور الثمانية من بطولة كأس مصر الموسم الماضي. المباراة هتكون الساعة 9:30 بالليل ان شاء الله على استاد القاهره الدولي. ان شاء الله الاهلي يكون موفق في هذه المباراه الصعبه بكل تاكيد، فكل الكواليس تتعلق بهذه المباراه هنتكلم عنها بتفاصيل كتيره. كمان مهم تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال الحلقه وتوقعاتكم لنتيجه مباراه الاهلي وبيراميدز. تقدروا تتواصلوا معنا من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وانستجرام، ومين كمان اللي يسجل الأهداف من خلال توقعكم. طبعا هناخد طبعا تفاعلكم معنا في الجزء الأخير كما هو المعتاد. نبتدي بأهم وأبرز العناوين، يلا بينا. في ترند الأهلي، الفريق يواجه بيراميدز الليلة، بالتوفيق إن شاء الله. اتحاد الكرة يعلن مواعيد دور ال 16 من كأس مصر. وفي الترند العالمي، يونايتد رونالدو ليس للبيع. طيب النهارده في ماتشين مهمين، ماتش في بطولة او ماتش في بطولة الدوري وماتش في بطولة كأس مصر. بطولة كأس مصر طبعا المباراة الوحيدة النهارده لبطولة كاس مصر 2020 اللي هو الموسم الماضي، هتكون ما بين الاهلي وبيراميدز الساعة 9:30 بالليل على استاد القاهرة الدولي وبدون حضور جماهيري. تمام، دي المباراة المهمة جدا ومنتظرينها ان شاء الله باذن الله. في الدوري المصري مباراة اخرى وحيدة هتكون بين المقصة والمصري، هتكون الساعة 7، وهي مباراة فريق مصر المقصة اعتقد في استاد الكلية الحربية اعتقد ذلك يعني. فبرضه من ضمن المباريات المهمه للفرقتين في بطوله الدوري بكل تاكيد. ده فيما يتعلق بمباريات اليوم. هروح فاصل، بعد الفاصل عندي جزئيه قد كده صغيره قوي هتكلم فيها وعلق عليها على موضوع المدرب بتاع النادي الاهلي، وبعد كده عندي تفاصيل الماتش بتاع النهارده هنتكلم فيها، فاستنوا يلا بينا. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. طيب موضوع المدرب، كلام كتير على في الساعات اللي فاتت كده عن اسم مدرب بعينه، وان هو ده خلاص اللي جاي النادي الاهلي، ومش عارف صحيفه ايه قالت وصحيفه مين عادت وكلام من ده. فانا بقول لحضراتكم انتظروا الاعلان عن المدير الفني بشكل رسمي، يعني سيبكم من اي كلام بيتكتب، استنوا شويه كده بس، والاعلان الرسمي هيكون من خلال النادي ومن خلال قناه النادي زي ما حضراتكم متعودين دايما، الموقع الرسمي للنادي الاهلي وقناه الاهلي الرسميه اللي احنا بنكلم حضراتكم منها دلوقتي. فيما عدا ذلك ما عنديش اي تعليق سواء بالنفي او بالتاكيد على اي اسم من الاسماء اللي طرحت على مدار الفتره اللي فاتت كلها، او حتى اللي تم طرح اسمائهم مؤخرا في الساعات الاخيره. ما فيش اي جديد بشكل رسمي. الرسمي امتى؟ لما النادي يعلن من خلال صفحاته الرسميه، من خلال موقعه الرسمي، من خلال قناته الرسميه، قناه النادي الاهلي. بس كده، ده موضوع المدرب. فخلينا ننتظر ونشوف، خلي الناس تشتغل بشكل كويس وتخلص كل حاجة بشكل كويس أيا كان بقى مين هو المدرب القادم. نتمنى له التوفيق، ونتمنى التوفيق للمسؤولين في النادي الأهلي في الاختيار الصائب، ان هم يكونوا موفقين يعني في الاختيار الأنسب للنادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية، بالتحديد فيما يتعلق بملف المدير الفني. بس ده فيما يتعلق بالمدرب. مباراة النهاردة بقى، مباراة الأهلي وبيراميدز، صعبة جدا جدا، وأكيد طالما أهلي وبيراميدز إمكانيات كبيرة جدا عند فريق بيراميدز، فبالتالي مباراة صعبة، عندهم لعيبة تقيلة بصراحة، عدد كبير من اللعيبة مميزة، عندهم مدير فني محترم ماشيين بشكل كويس بالمناسبة في بطولة الدوري، مش بعيد عن المنافسة خالص يعني مع الأهلي والزمالك. ومباريات الكؤوس دايما بتبقى مباريات صعبة لأن مفيش تعويض فيها يعني، خلاص كله هيبقى نازل مركز ان هو ازاي يكسب الماتش ده. الاهلي مستعد بشكل كويس جدا مع كابتن سامي قمصان المدير الفني المؤقت للفريق من خلال تدريبات كانت على مدار الجمعه والسبت والنهارده الماتش، يعني كان جمعه وسبت، يوم الخميس كان اجازه بالنسبه للفريق. تدريبات اكيد كانت مهمه، فيها بعض الجوانب البدنيه والفنيه اللي ركز عليها الكابتن سامي قمصان، واكيد قرا كويس قوي قوي وذاكر فريق بيراميدز وازاي يتعامل معاه في مباراه اليوم. وفريق بيراميدز يعني من الفرق المعروفه بالنسبه للجميع، يعني مش محتاجه
ان انت تبحث عنها بشكل كبير، لكن مهم ان انت تبقى مركز ازاي تكتيكيا تقدر تتغلب عليهم وفي الجانب الفني تحديدا. فان شاء الله نتمنى له كل التوفيق في مباراه اليوم الكابتن سامي انصار. لكن خليني اقول لحضراتكم قائمه الاهلي وقائمه بيراميدز لهذه المباراه. الاهلي اعلن قائمته بشكل رسمي امبارح بالليل، اللي بتتكون من حراسه المرمى زي ما حضراتكم شايفين كده، محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزه علاء، خط الدفاع محمود متولي، رامي ربيعه، بدر بنون، ياسر ابراهيم، محمود وحيد، كريم فؤاد، محمد هاني، وعلي معلول. عودته مهمه في الحقيقه. خط الوسط عوده اليو ديانج برده مهمه، عمرو السوليه موجود، احمد نبيل كوكا اللاعب المميز والواعد، محمد اشرف من اللعيبه برده كويسه جدا بالمناسبه باك ليفت، وزياد طارق وطاهر محمد طاهر وقفشه وليد سليمان، وفي الهجوم صلاح محسن وحسام حسن ومحمد شريف. دي قائمه النادي الاهلي. ابرز يعني الامور في قائمه الاهلي هو عوده اليو ديانج وعلي معلول، واكيد في غيابات اخرى هتكلم عنها كمان شويه، لكن تواجد علي معلول مهم جدا وتواجد اليو ديانج مهم جدا بالنسبه للفريق في هذه المباراه. ومهم برضو بصراحه ان طاهر كان الحمد لله سليم، ما فيش مشكله كبيره بالنسبه له في الاصابه اللي جات له في الخلفيه في الماتش اللي فات، لان طاهر مؤخرا ماشي بشكل كويس قوي، ف يعني تواجده مهم. في المقابل قائمه فريق بيراميدز مكونه من مين؟ شريف اكرامي حارس الاهلي السابق، احمد الشناوي، علي جبر، اسامه جلال قدام حضراتكم على الشاشه، احمد سامي، احمد فتحي لاعب الاهلي السابق، حسين السيد لاعب الاهلي السابق، احمد توفيق، عبد الله مجدي، نبيل دونجا، هشام محمد لاعب الاهلي السابق، بلاتي توري، اسلام عيسى، محمد صادق، محمود صابر، وليد الكارتي، رمضان صبحي لاعب الاهلي السابق، عبد الله سعيد لاعب الاهلي السابق، اريك تراوري، دودو جباس، فخري لاكاي، وفخر الدين بن يوسف. يعني في لاعبين كتير جدا من النادي الاهلي طبعا كانوا موجودين، وده اللي هيصعب الماتش بالمناسبه، لان اكيد اي لعيب بيروح اي فرقه من الاهلي فهو لعيب بكواليتي جامد ومتاسس حلو قوي يعني، واكتسب خبرات كتيره جدا حتى لو هو مش من ابناء النادي الاهلي. فبرضه دي من العوامل اللي هتصعب المباراه، واكيد مباريات الاهلي وبيراميدز مباريات صعبه بشكل كبير جدا، ان شاء الله الاهلي يكون موفق فيها. طيب فيما يتعلق بقى بالغيابات، وتعالوا نقف عند الغيابات شويه، لان الاهلي عنده عدد كبير قوي من الغيابات في مرحله بشوف ان هي الاهم بالنسبه للفريق في الفتره الحاليه. ليه؟ لان انت خلاص بطوله افريقيا راحت لسبب او لاخر يعني، وفي نفس الوقت عندك ثلاث تحديات محليه مهمه جدا، دوري واثنين كاس. الكاس الاولاني اللي احنا عندنا فيه ماتش النهارده في دور الثمانيه، تكسب باذن الله واحد احد تلعب بتروجيت، فرصك اكبر انك تكسب بتروجيت، فبالتالي توصل ايه؟ النهائي مع الزمالك، فيبقى عندك فرصه انك تكسب البطوله، فرصه كويسه باذن الله يعني. طبعا لما تقابل الزمالك في النهائي ان شاء الله، بس نعدي ماتش النهارده الاول ماتش بتروجيت، بس هتقابل ماتش هتقابل الزمالك في النهائي فرص 50 50 يعني. فبالتالي بطوله تقدر تكسبها طبيعي، اي بطوله محليه الاهلي يقدر يكسبها، بس قصدي يعني ايه؟ بشويه تركيز عادي ناخدها باذن الله تعالى يعني. البطوله الثانيه بطوله كاس مصر، احنا في دور ال 16 عندنا مواجهه مع فريق مصر المقصه، فمهم قوي ان انت برضو تقدر تكسب البطوله دي كمان، والاهلي حامل لقب البطوله اللي هي بتاعه السنه اللي فاتت، خلي بالك، لان اخر بطوله كاس مصر كسبها الاهلي لما كسبنا طلائع الجيش بضربات الجزاء مع موسيماني، ودي بالمناسبه زي ما حضراتكم شايفين كده دي يعني مواعيد مباريات دور ال 16. فالاهلي حامل لقب البطوله اللي هي بتاعه النهارده اللي احنا هنلعبها، لكن البطوله اللي احنا هنقرا مواعيدها دي ما فيش حامل لقب لحد دلوقتي ليها يعني، ده من العجائب في الدوري المصري او في المسابقات المصريه عامه. ففي كل الاحوال دور ال 16 المقاولين هيلاعب الجونه، نتكلم عن المواعيد، دور ال 16 المقاولين هيلاعب الجونه على استاد المقاولين الساعه 8 يوم الجمعه في يوم 1/7 يعني الجمعه الجاي. سموحه مع كفر الشيخ يوم الثلاث 5/7 في استاد اسكندريه الساعه 6، ويوم الاربع 6/7 طلائع الجيش مع منتخب السويس في استاد جهاز الرياضه الساعه 6، يوم الاربع 6/7 برضه بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا استاد الدفاع الجوي الساعه 9، يوم الخميس المصري مع ايسترن كومباني استاد الجيش ببرج العرب الساعه 6، والجمعه 12/8 انبي والبنك الاهلي،
احد 14/8 الاهلي والمقص، ده اللي بعد ما اعلنوا خلاص على الجدول بتاع مباريات دور 16 من كاس مصر النهارده بشكل رسمي من خلال الاتحاد المصري لكره القدم. امبارح كانت القرعه ودي المواعيد بشكل رسمي. فالاهلي هيلعب في استاد السلام مع المقص يوم 14/8، خلاص هيكون يوم حد، ويوم الاثنين 15/8 الزمالك مع الاسماعيلي على استاد القاهره. ده لو الاسماعيلي فعلا ما يعني ما انسحبش، ولو انسحب وتمسك برايه، وانا بقول لحضراتكم صعب شويه، هيكون متواجد في المباراه. طيب الغيابات بقى، الاهلي عنده مين بقى؟ بيرسي تاو اخر الغائبين، يعني امبارح في التمرين جاله مزق في العضله الاماميه فهيغيب حوالي شهر عن الملعب. وبشوف ان هي خساره بالنسبه للنادي الاهلي. بيرسي تاو من اللعيبه المميزه جدا، ممكن البعض يختلف على مستواه الفتره الاخيره ومدى اهميته بالنسبه للفريق، لكن بشوف ان تحركات بيرسي تاو تحركات مميزه جدا جدا، ولعيب تقيل واسم كبير جدا. فللاسف اصابته هتبعده عن الاهلي لمده شهر. علي لطفي رغم انه بقى سليم لكن يعني مش جاهز بنسبه 100% للمباراه، ونفس الكلام بالنسبه لمحمد عبد المنعم رغم انه خلاص تم شفائه على خير لكن مش جاهز ايضا بنسبه 100%. ايمن اشرف لسه، اكرم توفيق برده طبعا اصابه طويله بس قرب بالمناسبه يخش التدريبات الجماعيه، حمدي فتحي من العناصر المؤثره جدا برده هيغيب عن مباراه اليوم، عمار حمدي كذلك اصابه طويله بتاعه الرباط الصليبي، احمد عبد القادر اصابه اعتقد 3 اسابيع، حسين الشحات برده مصاب، ولويس ميكيسوني اصابه طويله، محمد محمود لاسباب فنيه. ده فيما يتعلق بغيابات النادي الاهلي. اما فيما يتعلق بغيابات بيراميدز، ابراهيم عادل بسبب الاصابه بالاضافه للمهدي سليمان واحمد ايمن منصور ومحمد حمدي وعمر جابر ومحمود وادي، دي غيابات بيراميدز. وبالمناسبه في كلام على ان رمضان صبحي اتصاب امبارح في المران الاخير لبيراميدز، بس مفيش اي يعني خبر رسمي بغيابه عن هذه المباراه، يعني سواء موجود او مش موجود رمضان هي في كل الاحوال مباراه قويه بين الفرقتين. طيب ده فيما يتعلق ب مباريات اليوم وبالتحديد ماتش الاهلي وبيراميدز. تعالى بقى عشان عندي جزئيه مهمه جدا خاصه بتصريحات متسبي رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم، واللي يعني قال تصريحات النهارده في الصحف بجنوب افريقيا احدى الصحف هناك يعني، وبيسالوا يعني استضافه المغرب للمباراه النهائيه رايك فيها ايه وايه اللي حصل من الكاف وكلام من ده يعني. قال يا جماعه خلوني بس اسمحوا لي ان انا اقول لكم حاجه مهمه، ان طالما انا رئيس كاف عمر ما هيبقى فيه تحيز لطرف عن الاخر، مش عارف ازاي بس ماشي، ومفيش اي حد هيتمتع بمكانه مفضله عندنا طول ما انا رئيس الكاف، مش عارف ازاي بس ماشي. قال لك في عدد من البلدان بترغب دايما في استضافه احداث الاتحاد الافريقي، وفي نهايه المطاف احنا كان عندنا ايه؟ كان عندنا دولتين المغرب والسنغال، والسنغال انسحبت في اللحظات الاخيره، والمغرب فازت بحق تنظيم المباراه النهائيه. قال ان الاهلي او ان الاهلي حته قلقوا من تعرضهم لعدم العداله، لهم حق في كده خصوصا بعد مباراه لعبت هناك، وده حق مشروع للاهلي وعادل. قال بتفهم كمان حزن الكابتن محمود الخطيب، وسنتأكد من أننا نتعامل مع الجميع على قدم المساواة. بشك في الموضوع ده بصراحة، يعني أنا بشك في الكلام ده، والأحداث هي خير دليل يعني. يعني ممكن التنظيم راح للمغرب وكل الكلام من ده، وممكن يكون في كواليس كتير، وفي طبعا إدانة كبيرة للاتحاد المصري لكرة القدم، ده أمر إحنا ما نقدرش نغفله إطلاقا، لكن في نفس الوقت لا، كان ممكن يبقى في حل من الاتحاد الأفريقي. وفي نفس الوقت هو بيقول لك انسحاب السنغال، واحنا كنا سمعنا فوزي الاقجع قال ايه، احنا مش بنعيد في الموضوع يعني، بس في نفس الوقت دي حاجات لازم نتطرق ليها. فوزي الاقجع قال كان بالتصويت، فاحنا مش عارفين نصدق مين، هل هي كانت بالتصويت ولا كان بانسحاب السنغال؟ فده برضو يديك دليل على ايه؟ دليل على ان مفيش حاجه واضحه في الاتحاد الافريقي بصراحه يعني. قال لك المشكلة الوحيدة اللي واجهتني هي أنني لا أستطيع أن أكون رئيسا يتجاهل القواعد واللوائح والقرارات التي تم اتخاذها. يعني القواعد واللوائح ممكن يكون قصده في موضوع انسحاب السنغال، فخلاص كده ما عندكش غير المغرب، فما فيش حل غير أن أنت تلعب المباراة هناك ولا إيه، مش عارف قصده بها إيه في الحقيقة. أضاف متسبي عن إقامة المباراة النهائية من لقاء واحد، قال أنا ده شيء كان موجود قبل ما نجي وما قدرتش ان انا اغيره، وقال ان احنا خدنا قرار ان المباراه ترجع او النهائي يرجع لمباراتين بدل مباراه واحده،
ومتخيل جدا شعور جمهور الاهلي ومدربي المفضل موسيماني بعد النهائي الافريقي الاخير. انا تصريحاتي مش شايف ليها اي اهميه في الحقيقه، لان خلاص اللي حصل حصل، والترتيب كله كان يتظبط قبل المباراه، تمام، والكلام حلو قوي، الكلام جميل، بس الافعال ايه؟ هي الاهم بصراحه. فما كانش فيه افعال، هو كان فيه كلام، او فيه كلام بعد الحدث كمان ما خلص يعني، لكن افعال هنشوف ايه اللي هيحصل خلال الفتره الجايه من الاتحاد الافريقي لكره القدم. طيب، في خبر من ضمن الاخبار المهمه اللي بتتعلق بنجمنا، نجم النادي الاهلي ونجم منتخبنا الوطني مؤمن زكريا. النهارده شركه تذكرتي اعلنت، ودي صوره من الاكونت الرسمي او من الحساب الرسمي بتاع مؤمن زكريا على تويتر، بيقول تجربة جديدة، مستشار لشؤون الرياضة لشركة تذكرتي، دعواتكم ومتشكر على حفاوة الاستقبال من القائمين على الشركة. يعني ده مؤمن نزل الخبر اهو خلاص بشكل رسمي من 5 دقائق زي ما حضراتكم شايفينه كده على الشاشة. وهي شركة تذكرتي بصراحة عملت لفتة مميزة جدا من خلال تعيين مؤمن كمستشار الشؤون الرياضية لشركة تذكرتي، ودي الصور اللي قدام حضراتكم اللي شايفينها بعد ما تم تعيينه بشكل رسمي. نتمنى له ورب كل التوفيق، نجم كبير وكل المصريين بيحبوه في الحقيقه، ونتمنى له كمان الشفاء العاجل يا رب، ويبقى احسن واحسن باذن الله تعالى. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل، يلا بينا. اهلا بحضراتكم مره تانية. عايزين نطمن بشكل اكبر على فريق الاهلي قبل مباراه اليوم وقبل ساعات قليله من انطلاق لقاء بيراميدز في ربع نهائي كاس مصر. خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي من داخل فندق اقامه الفريق قبل مباراه النهارده. يا فاروق مساء الخير. كل التحيه ليك يا امير، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما انت قلت امير، من داخل مقر اقامه فريق النادي الاهلي واخر استعدادات النادي الاهلي لمواجهه فريق بيراميدز في مباراه الدور ربع النهائي لكاس مصر، طبعا نسخه العام الماضي. المباراه اللي نتمنى ان شاء الله يكون التوفيق حليف فريق النادي الاهلي النهارده في هذه المباراه، ان شاء الله يحقق فوز على فريق بيراميدز والصعود للدور نصف النهائي ان شاء الله لمواجهه فريق بتروجيت، قبل ان شاء الله يعني المواجهه ان شاء الله للزمالك في المباراه النهائيه باذن الله. الاهلي يكون موفق النهارده يا فاروق. قول لنا اخر الاخبار والتفاصيل اللي بتتعلق باستعدادات الاهلي الاخيره لمباراه اليوم يا فاروق. طبعا يا امير، زي ما انت عارف واستفردت في الحديث عن هذا الامر، مواجهه جايه في وقت صعب جدا طبعا. وفي ظل غيابات، في ظل الظروف بيعاني منها النادي الاهلي، غياب لاكثر من 11 لاعب، وده يخلينا نقف عند نقطه مهمه جدا يا امير. طبعا تاكيد طبعا اتكلمت في هذا الامر، ولكن النادي الاهلي بيدفع ضريبه، مش هقول يعني ضريبه تلاحم المباريات، ولكن عدم وضوح الرؤيه بالنسبه لمواعيد المباريات. يعني اعتقد يا امير المباراه دي لو كانت اقيمت في موعدها وما كانش الامور فيها يعني عدم وضوح للرؤيه من قبل المسؤولين على هذه المباراة او مسؤولي الاتحاد، كان الامر كان في وقت افضل من كده، كان لعيبه النادي الاهلي بحالتهم البدنيه بحالتهم الفنيه ما كانش فيه هذا الكم والعدد من الاصابات. لكن انا اطرح هذا الامر على جانب امير، ولكنها هي ضريبه من الضرائب اللي طبعا النادي الاهلي بيدفعها لعدم وضوح وعدم يعني اتضاح الرؤيه، سواء كان استمرار البطولة أو إلغاء البطولة أو عادة البطولة. لكن خلينا نتكلم بالثقة بالتفاؤل إن شاء الله اللي احنا لامسينه من اللاعبين، لامسينه من الجهاز الفني. وخليني أقول لك إن الكابتن سامي قمصان في كلامه مع اللاعبين طبعا أشاد بالانتصار الأخير على فريق غزل المحلة، وقال للاعبين عايزين نحافظ على الروح اللي احنا شفناها لآخر دقيقة، عايز استغل الروح المعنوية. اتكلم مع اللاعبين ودور يعني أنت عارف أمير في ظل غيابات كتير جدا بيعاني منها النادي الأهلي، لكن عايز أشيد بدور الكابتن وليد سليمان، الكابتن محمد الشناوي طبعا، الكابتن رامي ربيعة وأيمن أشرف اللي بيتواصل مع اللاعبين، وبرده يعني عايز اقول لك دور كبير جدا لاوضه اللبس في النادي الاهلي على اهميه هذه المباراه، عارفين قيمه هذه المباراه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، عارفين قيمه هذه المباراه وقيمه مباراه ببطوله يا امير. انت عارف ليست مباراه دوري، مباراه ببطوله ان شاء الله تكمل فيها المشوار ان شاء الله نحو بطوله كاس مصر. الدور المهم جدا اللي بيلعبه الكابتن سعد عبد الحفيظ، والفصل اللعيبه التام والامور اللي بنشوفها يا امير، فصل اللعيبه تماما عن كل الامور اللي بتدار خارج نطاق المعسكر الفريق، خاصه الامور بتتردد باستخدام مدير فني الاجنبي القادم. أيوة. كل الامور دي كلها لا تشغل بال اللاعبين، لا تشغل بال الجهاز الفني.
الجميع مركز في هذه المباراه يا امير. نقطه مهمه جدا اللي احنا لامسينه الكابتن سامي، بنتكلم مع الكابتن سامي، قال عندي مباراه مهمه جدا، عندي مواجهه صعبه جدا، عارف المباراه ديت مباراه بطوله. كلامه مع اللاعبين، التحفيز، اشادته باللاعبين وكلامه مع اللاعبين على ادائهم في مباراه غزل المحل، قال مهم جدا انك تحقق الفوز، وخاصه سيناريو المباراه وتوقيت الفوز عامل مهم جدا، ادى دفعه معنويه جدا للاعبين. ايضا اشاد امير بدور اللاعبين اللي بنشوفهم الشباب في النادي الاهلي، انت عارف يا امير دايما قطاع الناشئين في النادي الاهلي ومهمته، بتشوف تالق زياد طارق، بتالق شفنا قبل كده مصطفى شوبير، احمد نبيل، كوكا، خلاص اللعيبه اندمجت، اللعيبه اصبحت دلوقتي عندها المسؤوليه اللي بتقع على عاتق كباتن النادي الاهلي. طبعا يا امير بالامس كان فريق النادي الاهلي قدم مرانه الاخير على استاد مختار التتش، كابتن سامي مصان كان عقد محاضره فيديو مع اللاعبين، اتكلم على بعض النقاط الفنيه الخاصه بفريق بيراميدز، يعني النقاط الفنيه الخاصه بمستر تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز، واسلوب لعبه وطريقه لعبه اللي دايما بيجيد اللعب، او اسلوب لعبه اللي بقى متبع في كل المباريات خاصه امام النادي الاهلي. اتكلم على اهم نقاط القوه في فريق بيراميدز، طالب اللاعبين بالتركيز في يعني اجناب الملعب، ازاي في اجناب الملعب، ازاي ما تديش مساحات سواء لعبد الله السعيد او لرمضان صبحي وايضا اسلام عيسى. اتكلم برضو مع اللاعبين وشفنا حاله من الجديه والنديه اللي شفناها من اللاعبين في تدريب الفريق بالامس يا امير. لكن النقطه يعني الحزينه كانت بالنسبه لجماهير النادي الاهلي كانت هي اصابه بيرسي تاو، يعني اللي كان كلام مع الدكتور احمد ابو عقل ان بيرسي تاو اشتكى من الام في العضله، واحد من اللعيبه المميزه جدا جدا، وللاسف اصابته اكيد يعني ممكن تاثر بشكل او باخر على الفريق، لان كمان مش هو لوحده مصاب، عدد كبير من اللعيبه. فبيرسي تاو يعني اعتقد الكابتن سامي قمصان ممكن نستقبل الخبر ده بحزن شديد يا فاروق. بالفعل يا امير كان خبر يعني صادم وحزين جدا لكل افراد الجهاز الفني، سواء مستر الكابتن سامي قمصان، الكابتن سيد عبد الحفيظ، كل افراد الجهاز الفني. ايضا ملامح الحزن كانت على بيرسي تاو، ايضا كان في قمه الحزن بعد علمه بالخبر. كان اللاعب اشتكى طبعا بالام، لكن الدكتور احمد ابو عبله تعامل مع الامر باجراء اشعه لبيرسي تاو يعني معرفه سبب الالام، فاتضح ان في مزق في العضله الاماميه يا امير. وخليني اوضح لك نقطه مهمه، ان دي ليست الاصابه اللي كانت عند بيرسي تاو من قبل، يعني دي نقطة مهمة جدا يا أمير. يعني مش نفس القدم اللي كان فيها إصابة من قبل، ودي نقطة مهمة جدا. طبعا حالة من الحزن، طبعا أنت بتفقد واحد من اللعيبة المهمة والمؤثرة زي بيرسي تاو في توقيت طبعا عندك غيابات لأكثر من لاعب، خاصة في مركز الجناح في النادي الأهلي. لكن يعني الروح اللي كانت عند بيرسي تاو وعند اللاعبين إن هم يعني برضو إن هم يعني قدروا إن هم يعني يخففوا شوية عن بيرسي تاو. إن شاء الله دكتور أحمد أبو عبلة قال يعني خلال شهر بإذن الله بيرسي وهيعود للتدريبات الجماعيه. ايضا برضو يا امير هطمنك على كافه اللعيبه المصابين، سواء حمدي فتحي ان شاء الله يعني عقب مباراه السموحه القادمه، عقب مباراه السموحه بمشيئه الله يبدا النادي الاهلي يستعيد اوراقه المهمه، ايمن اشرف، حمدي فتحي، ان شاء الله بعد مباراه الجونه ان شاء الله احمد عبد القادر ايضا ينضم لفريق النادي الاهلي ايضا ويعود. تقدر تقول يا أميرة تقدر يعني تسترجع بعض اللاعبين والأوراق المهمة في الفترة الحالية. طبعا انت عارف تلاحم حسين الشحات ان شاء الله يا امير هيكون جاهز باذن الله لمباراه السموحه باذن الله، يعني نقطه مهمه جدا برضو يا امير ان حسين الشحات ان شاء الله جاهز لمباراه سموحه هو عبد المنعم عقب هذا يعني عقب مباراه بيراميدز. بالظبط عبد المنعم شارك بالفعل يا محمد امير في التدريبات الاخيره للنادي الاهلي، لكن الجهاز الطبي طبعا انت بيفضل يدي وقت الراحه، لكن محمد عبد المنعم ان شاء الله يكون جاهز، واحد من العناصر هتكون موجوده في مباراه سموحه ايضا برفقه حسين الشحات. تقدر تقول يا امير انت عارف ضغط المباراه، انت بتلعب حد الاربع وبعد كده هتبقى مباراه الجونه ومباراه من المباريات المهمه جدا، لكن هتبدا تستعيد الاوراق المهمه ويعني تبدا ان انت يعني اللعيبه ترجع لعيب ورا الاخر، ان شاء الله يكونوا عوامل مؤثره مع فريق النادي الاهلي، لان المشوار صعب جدا يا امير، مشوار الدوري، مشوار كاس مصر، مشوار ان شاء الله يعني كل البطولات اللي فيها النادي الاهلي، ان شاء الله كل اللاعبين يكونوا على قدر المسؤوليه باذن الله يا امير. لويس ميكيسوني، بما انك اتكلمت على المصابين يا فاروق، فبرضه ايه اخر التطورات بخصوص اصابه لويس ميكيسوني وموعد عودته يعني الملاعب؟
يعني تقدر برضو يا امير يعني تطرقنا لهذا الامر مع الدكتور احمد ابو عبله ان شاء الله. ايضا من العناصر اللي ممكن ترجع بعد مباراه الجونه، يعني تقدر تقول بيكسوني من اسبوعين لثلاث اسابيع ان شاء الله يكون ايضا موجود في يعني في فريق النادي الاهلي ويشارك في التدريبات الجماعيه. برضو يا امير عايز اروح بيك للمعسكر الاخر، معسكر فريق بيراميدز، وننفرد برضو من خلالك بالتشكيل المتوقع لفريق بيراميدز. خليني اقول لك ان تاكيس جونياس كان بالامس ادى مران اخير على ملعب الدفاع الجوي، اتكلم على اللاعبين وكان حديثه مع اللاعبين لازم ان دي اسهل مباراه تستغل فيها الغيابات الموجوده على النادي الاهلي، اكد على هذا الامر وقال برضه ونبه على هذا الامر، قال للاعبين فرصه مهمه جدا ولكن بدون يعني يكون في تهاون، ولكن حذاري من النادي الاهلي وحذر جدا جدا ان اللعيبه ممكن تتاثر لعيبه فريق بيراميدز بالغيابات. النادي الاهلي شدد على هذا الامر، قال فرصه مهمه جدا ان احنا نستغلها ولكن نكون في تركيزنا، اتكلم على خط هجوم النادي الاهلي ويعني فرض كلام عن محمد شريف وصلاح محسن بالتحديد وقال ان هم اثنين من عناصر القوه الهجوميه للنادي الاهلي. ايضا نتكلم على دور محمد مجدي قفشه ودوره في صناعه اللعب، يعني ويعني بعض التعليمات لوليد الكارتي وايريك تراوري في تضييق المساحات على محمد مجدي قفشه. خليني اقول لك ان التشكيل المتوقع لفريق بيراميدز في هذا اللقاء يكون شريف اكرامي في حراسه المرمى، قدامه اثنين مساكين علي جبر واسامه جلال، في اليمين احمد فتحي، في الشمال حسين السيد، اثنين في دايره المنتصف ايريك تراوري ووليد الكارتي. لو هيعمل تبديل يا امير مستر تاكيس جونياس هيكون نبيل دونجا مكان ايريك تراوري، هيكون قدامهم الثلاثه رمضان صبحي، عبد الله السعيد، اسلام عيسى، وفي الهجوم فخر الدين بن يوسف. ده التشكيل طبقا للترتيب. يعني رمضان جاهز كده يا فاروق لان كان في اخبار طلعت ان رمضان تعرض لاصابه امبارح في المران الاخير، كده واضح ان هو جاهز للمباراه. باكد لك يا امير جاهزيه رمضان صبحي لهذه المباراه، اللي بيغيب بس تقدر تقول بعض العناصر المؤثره يعني ابراهيم عادل، محمد حمدي، لاعب عمر جابر، ثلاث عناصر المهمين في الجانب الهجومي لفريق بيراميدز، لكن باكد لك يعني سلامه رمضان صبحي وجاهزيته لهذه المباراه. تمام، انا بشكرك يا فاروق، شكرا جزيلا. زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي قال لنا كل التفاصيل الخاصه بالاهلي، والجميل فيه بصراحه كمان ان هو مش بيكتفي بس باخبار الاهلي، لا باخبار الفرق المنافسه اللي هتقابل الاهلي، فدي حاجه تحسب لفاروق المجتهد في الحقيقه، بشكره شكرا جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح. هروح لفاصل، بعد الفاصل هنرجع نواصل فقرات حلقتنا النهارده، يلا بينا. اهلا بحضراتكم من جديد، خلينا نشوف ايه اللي اتقال على الاهلي في السوشيال ميديا والحسابات الرسميه المختلفه النهارده، واكيد الكل بيتكلم عن مباراه الاهلي وبيراميدز، فنبتدي بحساب يلا كوره واللي بيقول التشكيل المتوقع للاهلي في مباراه اليوم، وبيقول ان محمد شريف يقود الهجوم، وده امر بديهي لان شريف ماشي بشكل كويس جدا مؤخرا وهو كمان بيهدف والدنيا حلوه يعني الحمد لله. فتشكيل الاهلي طبقا لتوقع يلا كوره، محمد الشناوي في حراسه المرمى، رامي ربيعه وياسر ابراهيم، عاجبني قوي رامي ربيعه بصراحه مؤخرا، محمود وحيد رغم جاهزيه علي معلول، اعتقد علي هو اللي هيكون موجود. الناحيه الثانيه هي بيتوقعوا ان كريم فؤاد او محمد هاني، اعتقد هاني اللي هيكون موجود. في نص الملعب اليو ديانج وكوكا وعمرو السوليه، وقدامهم طاهر وشريف وقفش، نتمنى لهم يا رب التوفيق. ناخد كمان المصري اليوم واللي بيتكلموا على التشكيل المتوقع ايضا للاهلي، وقالوا مين؟ قالوا في حراسة المرمى الشناوي، خط الدفاع معلول وربيعة وياسر وهاني، في نص الملعب ديانج وسوليا وقفشة، في الهجوم طاهر وشريف وصلاح محسن. طيب ناخد خبر آخر، وكل طبعا بيحاول يتوقع تشكيل الأهلي خصوصا ماتشات قوية زي دي، مباراة الأهلي وبيراميدز بصراحة مباريات قوية ومليانة ندية، وخلينا فاكرين إن آخر ماتش لعبناهم في الدوري كسبناهم 3-0. يلا كورة بيقولوا ان الاهلي بيستفسر عن سبب عدم الاستعانه بحكام من الدوريات الكبرى لمباراه بيراميدز، السبب عند الكابتن عصام عبد الفتاح يعني. والاهلي حقه يستفسر ليه؟ لان الاهلي طالب حكام من الخمس دوريات الكبرى. وزي ما قلت لحضراتكم امبارح الكابتن عصام فتاح يعني ما دورش في الخمس دوريات الكبرى ولا حتى في العشر دوريات الكبرى ولا في 20 دوريات الكبرى، يعني جاب من رومانيا والمجر كوكتيل كده فظيع يعني. حاجة غريبة بصراحة، لكن طبيعي اللي بيحصل مؤخرا يعني، والاتحاد متمسك بالكابتن عصام قوي. يلا كورة بلس بتتكلم من خلال تويتر، كابتن محسن صالح عضوا في اللجنة الفنية للاتحاد الافريقي، واختيار الكابتن محسن صالح طبعا رئيس لجنة تخطيط بالنادي الاهلي لعضوية اللجنة الفنية بالكافة الفترة المقبلة، نتمنى له يا رب التوفيق لو خبر صحيح.
طيب خلينا نروح لحساب في الجول، وبيقول اتحاد الكره ينوي ارسال اسماء الزمالك والاهلي دوري الابطال وبيراميدز وفيوتشر للكونفدراليه حسب ترتيب الدوري في نهايه الدور الاول. طب بالمناسبه هو الفارق ما بين بيراميدز والزمالك، قول الاهلي ليه ماتشات مؤجله، لو كسب هيفرق 5 نقط فهو طبعا في دوري ابطال افريقيا باذن الله يعني. لكن الفارق ما بين بيراميدز والزمالك مش كبير يعني، لسه في فرص لبيراميدز، فانت ممكن تظلم بيراميدز في الموضوع ده. الزمالك فرصه اعلى ان هو يتاهل دوري ابطال افريقيا او ان هو يحافظ على مركزه في الدوري عشان يتاهل دوري ابطال افريقيا، ولازم يبقى الثاني او الاول. لكن بيراميدز عنده فرصه، ما اعرفش اتحاد الكره هيعالج القصه دي ازاي، وما اضمنش نجاحهم بصراحه في اي علاج يعني، وما اعرفش بيراميدز هيبقى رد فعلهم ايه في الجزئيه دي. لكن خلينا نشوف، المهم الاهلي يكسب ماتشاته المؤجله من الدور الاول عشان باذن الله الموضوع الاهلي خلاص تقريبا يعني الموضوع محسوم بالنسبه له في التاهل لدوري ابطال افريقيا البطوله المفضله ليه ولجماهيره. هروح لفاصل، بعد الفاصل نكمل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. خلينا نروح للترند العالمي واخر الاخبار العالميه، وبالتحديد في الفتره الحاليه عدد كبير جدا من التقارير اللي بتتعلق بانضمام لاعبين لانديه مختلفه ورحيلهم عن انديتهم وكلام من ده، فالمفاوضات وموسم الانتقالات شغال يعني. فيبتدي بحساب يلا كوره، واللي بيقول تصريحات على لسان اسطوره ليفربول روبي فاولر، واللي بيقول او بيؤكد وصول المفاوضات مع صلاح الى طريق مسدود، وقال رحيل محمد صلاح عن ليفربول امر عادي ولا مانع مطلقا لدى اداره النادي او الجماهير في انتقاله الى الدوري الاسباني، خاصه بعد ارتباط اسمه بريال مدريد وبرشلونه. الكره دلوقتي في ملعب صلاح وليست في ملعب ليفربول، لان دايما صلاح كان بيصرح يقول الكره في ملعب ليفربول او يعني قرار في ايد ليفربول، والناس عارفين طلباتي وكل حاجه، بس واضح من خلال المفاوضات اللي اكيد كانت مستمره على مدار فترات طويله ماضيه ما فيش اي نتيجه او ما فيش اي يعني نجاح للمفاوضات دي. فبالتالي حتى الان نسب رحيل صلاح مع نهايه الموسم الجديد اللي هيبتدي دي اكبر من استمراره مع ليفربول، لكن من الوارد انك تلاقي انفراجه في اي وقت بتجديد صلاح لعقده مع ليفربول. لكن ممكن كمان يكون صلاح عنده طموح معين ان هو بعد ما حقق كل شيء مع ليفربول فيروح يلعب بقى ريال مدريد او برشلونه، وده الحلم الاكبر لاي لعيب في الدنيا يعني. فهنشوف صلاح بيفكر ازاي. لكن يبقى الدوري الانجليزي اكثر اغراء بصراحه. الدوري الانجليزي حاجه تانية، دوري اسباني بقى ولا دوري ايطالي ولا دوري انجليزي في حته تانية خالص لوحده يعني. فهنشوف صلاح هيعمل ايه. خلينا نروح ل ESPN وحسابهم على تويتر، وبيقولوا ان خلاص مانشستر يونايتد اخبروا كريستيانو رونالدو نجم الفريق الاسطوري انه ليس للبيع، خصوصا بعد الاخبار الكتير اللي تم تداولها على مدار الايام القليله السابقه باحتماليه رحيل رونالدو، وان رونالدو مش عاجبه يعني تحركات مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات والتعاقدات الجديده والانتدابات الجديده. ولغايه دلوقتي يعني مانشستر يونايتد ما دخلوش الميركاتو خالص يعني، متاخرين قوي رغم ان هم في اشد الحاجه للاعبين جدد مع اريك تين هاج المدير الفني الهولندي الجديد المميز. فبالتالي الراجل اكيد عايز اسماء معينه، فهل في تحرك؟ الكلام كله على مين؟ على دي يونج لاعب برشلونه، وان في مفاوضات وان المفاوضات قربت، لا بعدت، برشلونه مش عايزه تسيبه، الولد نفسه عايز يقعد في برشلونه، لا خلاص برشلونه هتبيعه مفيش مشكله. فمفيش اي جديد في الموضوع ده، ومفيش اي لعيب تم التعاقد معاه بشكل رسمي في مانشستر يونايتد، في ظل كمان رحيل مثلا واحد زي بول بوجبا، اعتقد كمان لينجارد هيمشي، في عدد او ماشي كمان لويستام، في عدد من اللاعبين بيمشوا، فانت لازم تدعم. فممكن رونالدو يكون الموضوع ده قلقه شويه، خصوصا هو مش عايز يعيش موسم سيء جدا زي الموسم الماضي مع مانشستر يونايتد اللي نتج عنه عدم تاهل مانشستر يونايتد للتشامبيونز ليج. فكلها امور في حسابات رونالدو. في نفس الوقت كان في كلام على ان بايرن ميونخ عايزين كريستيانو، طلع نفي من اداره البايرن عشان سن رونالدو وعشان اسلوب لعب الفريق وكلام من ده. فالنهارده مانشستر يونايتد حسموا الموضوع لرونالدو، انت مش للبيع، انت مكمل معانا. فبرضه هنشوف يعني، برضه يعني يوفنتوس مثلا لما كان رونالدو موجود كان الكلام كله ان هو مش هيمشي، فجاه لان رونالدو راح مانشستر يونايتد. على نفس الصعيد وبالتحديد من اي بي ال وورلد على تويتر، وبيقولوا اخبار متداوله في انجلترا عن رفض كريستيان إريكسن عرضا من مانشستر يونايتد للانضمام لمسرح الاحلام الاولد ترافولد. وإريكسن من الناس اللي مهتم بيهم إريك تين هاج، ولحد دلوقتي كان في مفاوضات برضه.
بالنسبه لمانشستر يونايتد. فبالتالي مفيش اي جديد في المفاوضات. فالاخبار المتداوله دلوقتي ان إريكسون نفسه هو اللي مش عايز يروح مانشستر يونايتد. هو إريكسون احنا عارفين كان عنده ازمه قلبيه بعد مشاركته مع الدنمارك منتخب بلاده في اليورو، وشفي منها تماما، وكان يعني رحل من الانتر وراح انضم لبرينتفورد 6 شهور اللي فاتوا، وعمل بصراحه 6 شهور كويسين جدا في النص الثاني من الدوري. فبالتالي ده خلى مانشستر يونايتد يفكروا فيه، لكن برضه مفيش اي جديد رسمي بخصوص إريكسون. واعتقد ان في قلق كبير متواصل عند جمهور مانشستر يونايتد. فهنشوف برضه ممكن فجاه تلاقي اكتر من لاعب تم التعاقد معاه لسه مانشستر يونايتد وديونج قدام الميرور وحسابهم على تويتر، واللي بيقولوا ان مانشستر يونايتد حدد موعد لضم فرانك ديونج نجم وسط برشلونه الاسباني، وانه خلاص الموضوع بينتهي خلال الفتره القريبه المقبله. وان طبعا ديونج كان موجود في اياكس مع إريك تين هاج، وكانوا عاملين موسم في الشامبيونز ليج رائع يعني. فالراجل متمسك بتواجده، فمانشستر يونايتد يعني تركيزهم كله منصب على فرانك ديونج وازاي نقدر نخلص الصفقه من برشلونة. يعني دي أبرز الأخبار العالمية والانتقالات حول العالم وتحديد في إنجلترا. يعني خلينا سريعا ناخد تفاعل حضراتكم معانا من سؤال حلقة النهاردة، توقعاتكم لنتيجة المباراة، وكمان مين اللي يجيب الأهداف مباراة الأهلي وبيراميدز. إبراهيم أبو زميا قال أتوقع فوز الأهلي 2-0، يا مسهل يا رب. خلينا كمان ناخد عبد الرحمن محمود قال 2-0 الأهلي، محمد شريف وعبد القادر. في يعني تفاؤل عند جمهور الاهلي، واكيد في ثقه كبيره جدا عند الجهاز الفني واللاعبين. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق. هنتابع المباراه النهارده الساعه 9:30 بالليل على استاد القاهره الدولي، وبكره هيكون عندنا حلقه جديده نعلق فيها على المباراه دي وعلى اخر الكواليس تتعلق بالاهلي بشكل عام. فاستنوا، الى اللقاء.